الناس بتقاوم ولكن بتستسلم، نعم صحيح. يعملوا ايه؟ يحصنوا نفسهم ازاي؟ زي ما ذكرنا الإنسان يتجنب أربع حاجات: الخوف الشديد، الغضب الشديد، الغفلة الشديدة، الانكباب على الشهوات. أول حاجة قلنا الخوف الشديد، لذلك مكروه إن الإنسان يمشي في مكان مظلم لوحده أو يدخل في مكان مخيف زي أرض المقابر بالليل لوحده. طب لو دخل فعلا وهو يسمي مقتنع الله. إن هو مش مفيش حاجة وأنا مش يسمي خايف، الله. إذا دخلت مكانا مظلما فسمي الله، إذا قفزت من مكان عالم فسمي الله، إذا ألقيت ماء ساخنا على الأرض فسمي الله، إذا وقعت فسمي الله. الإنسان طول ما بيذكر ربنا هيكون محصن. الغضب الشديد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وصيته النهي عن الغضب، لا تغضب. الغفلة الشديدة معناها الغفلة عن الذكر، إن الإنسان يمر عليه يوم كامل بدون ما يفتح المصحف، بدون ما يقرأ شيء من كتاب الله، بدون ما يذكر الله، بدون ما يصلي ركعة. دي الغفلة الشديدة. الانكباب على الشهوات، لأن طبعا الانكباب على الشهوات بيخلي الإنسان يفقد اتزانه، فبيكون صريع بيضعف صريع الشيطان، بتبقى يعني ثغرة للشيطان إن هو يدخل.